30 يوم مروا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي على غزة. حرب إبادة بلا هوادة وصمت دولي بلا حدود. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وقصفها المستمر والمتكرر للمدنيين بيشكل تاريخ كارثي، وكأنه فيلم يعاد كل فترة. على مدار 15 سنة من انسحاب إسرائيل من غزة سنة 2005، شنت قوات الاحتلال 4 حروب على القطاع تحت مسمى الحرب ضد الفصائل الفلسطينية. في 2012 نفذت عملية عمود السحاب، وفي 2014 عملية الجرف الصامت، وفي 2021 حرب استمرت 11 يوم. والنهاردة إسرائيل بتواصل حرب الإبادة بصورة أكتر دموية ووحشية. شوارع مدمرة ومباني مهدمة وخراب في كل مكان، وقتل وتشريد وتهجير ونزوح جماعي. 60% من غزة بتنعدم فيها الحياة بشكل كامل بعد 60 يوم تحت نيران العدوان المستمر وسياسة الأرض المحروقة اللي بتستخدمها إسرائيل. وبالوضع ده بتمضي الأحداث في غموض واضح وفي تصعيد مميت بيمتد إلى ما وراء حدود غزة وممكن يخرج عن حدود السيطرة. وتيرة الموت في غزة ملهاش سابقة في التاريخ، وأنهار الدم بتنحت العار على جبين المجتمع الدولي اللي بيدير الأمر بمعايير مزدوجة تجاه صراعين خرج فيهم عن الإطار الأخلاقي المعروف. أوكرانيا وغزة اللي فيهم بعض التشابه، ولكن الاختلاف كبير. في بداية الحرب الأوكرانية فر الملايين من المدنيين بسبب القصف الروسي، ونفس المشاهد حصلت في غزة، نزوح جماعي للفلسطينيين من الشمال للجنوب وتهجير قصري. اعتبرت أمريكا والغرب أن غزو الروس لأوكرانيا في فبراير 2022 ما كانش ليه مبرر وخرج عن إطار المعقول، وفي المقابل أيدت اعتداءات إسرائيل الوحشية والبربرية على المدنيين الأبرياء بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023. أمام مئات الضحايا وآلاف الجرحى والخراب والدمار أدان العالم العدوان على أوكرانيا، ولكن ظل صامت أمام وحشية وفظائع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ووصف الغرب الاستهداف الروسي لمحطات الطاقة وشبكات المياه في أوكرانيا بأنها جريمة حرب، وهم نفسهم اللي أيدوا التحركات الإسرائيلية لحرمان سكان غزة من الكهرباء والوقود والمياه والحياة كمان. أهوال الأيام الأخيرة هي امتداد لأهوال 75 سنة اللي فاتوا، بما فيها من ظلم وتهجير وإبادة جماعية بتستهدف المدنيين والنساء والأطفال على حد سواء. وسط حالات اليأس مازال أهل غزة بيواصلوا المقاومة ومواجهة الموت جوعا وعطشا، أو الموت تحت قصف الاحتلال الوحشي. الصمت واختلال المعايير بيسيطر على الموقف كله. الأمم المتحدة بتعرب عن قلقها بسبب أعداد القتلى والمعتقلين، والغرب بيحاول البحث عن تبرير للمجازر، وأمريكا انخرطت في جهود ومساعي التهدئة، وفي نفس الوقت بتوفر الدعم العسكري الكامل للجيش الإسرائيلي. الطائرات الأمريكية بتحمل مساعدات عسكرية كبيرة، 15,000 قنبلة و 57,000 ذخيرة مدفعية و 100 قنبلة خارقة للحصون، و 5,000 قنبلة غير موجهة، و 5,000 قنبلة ذات رؤوس حربية، و 3,000 قنبلة ذكية. كل ده وأكتر بتبعته أمريكا لقوات الاحتلال لتدمير شعب بيدافع عن وطنه ووجوده ضد دولة محتلة ومغتصبة تحتل أرض مش ملك ليها، عشان تصنع وضع غير موجود في العالم. كل ده وراء ما يقرب من 20,000 شهيد و 40,000 جريح و 2 مليون نازح و 250,000 وحدة سكنية اتضررت بشكل جزئي و 45,000 وحدة سكنية اتهدمت وما بقتش صالحة للسكن،
و300 مدرسة و100 مقر حكومي و90 مسجد و3 كنايس و20 مستشفى خرجت عن الخدمة. وتدمير 56 سيارة إسعاف والقضاء على 280 فرد من الأطقم الطبية ومنع دخول المساعدات وانتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى تدمير شبكات الكهرباء والمياه والطرق وتحطيم البنية التحتية بالكامل. ما فيش عندي دواء ولا عندي محل، الدواء والمحل هو. كل ده بيطرح تساؤلات بشأن مستقبل غزة ما بعد الحرب، وماذا تريد إسرائيل، وإيه هي تكتيكات القتال في الفترة اللي جاية، وسقف الأهداف وصل لفين، وإيه حقيقة تهجير أهل غزة إلى دول مجاورة رغم نفي المزاعم دي. تساؤلات كتيرة ملهاش إجابات لحد دلوقتي، وموقف دولي مش عاوز يعترف بحل الدولتين في انحياز واضح. إسرائيل مش قريبة حتى من منتصف الطريق لتحقيق أهدافها، لأنها بتخطط لحرب طويلة تمتد ربما لسنين، بتعتمد فيها على استراتيجيات متعددة المراحل، ظاهرها وضع نظام ما بعد حماس، وباطنها تصفية القضية الفلسطينية. وإسرائيل مش هتطلق صافرة نهاية الحرب لحد ما تحقق أهدافها المدعومة دولياً.